بس شفنا وادي الأزرق أنا أبوي طلعنا على بعض أشعر بدنا عرفت إنه هذا هو المكان الصح وما رح يكون مشروعنا مناسب بأي مكان بالأردن إلا بهاي النقطة. عالم البيرة عملاق، في أصناف الإيل، أصناف لاجر، في أصناف خميرة عشوائية تطلع من الطبيعة. استخلصنا خميرة عشوائية من الوادي عنا، طلع ريحة مانجا فيها. كل بيرة موجودة بالعالم لها تاريخ بمكونات ميتها، وأنواع الأملاح بلعب بطعم المرارة في البيرة. ونحب نجرب على المطبخ الصغير عنا تجارب، مثلاً استعملنا أملاح بحر الميت، نستخدم ندور إلى أطعمة بتربطنا بالأردن. أنا يزن كراتشه، مؤسس أول مبيرة حرفية في الأردن، سميناها كراكيل. بالبداية كنت عبارة عن جزء من الماكينات للمصنع، مكونات البيرة مي، شعير، نبتة دينار وخميرة. أنواع شعير بيساوي ألوان وأطعمة للبيرة، إشي بيعطينا روايح حمضيات، بهارات، فواكه، روايح ورد. أحلى مرحلة هي لما ندمج المي السخنة مع الشعير. طريقة البخار كيف بيطلع من التنك الماش، بضرب الوجه، الروايح اللي بتشموها. بلشنا كراكيل بصنف بلوندي، بيرة خفيفة، حمص الدرجات خفيفة، إلها حلاوة بسكوت وروايح ليمون وفانيلا. كل ما ندخل على أصناف أغمق، مثلاً البيل إيه اللي منساويها، نستخدم أنواع شعير محمصة بدرجات عالية أكثر، والمرارة مخفي جوا حلاوة دبس التمر. نحب صنف بيرة اسمه الـ IPA، مثلاً عنا داد سيريس، صنف بيرة جنب نهر مالحة اسمه صنف الجوزة، نحط بكتيريا اسمه لاكتوباسيلس فيها كتير حامضة. واللي بيخلي داد سيريس فريدة من نوعها فيها أملاح بحر الميت. لما بلشنا ندور على اسم للمصنع لقينا البست الوشق وحبيناها، لها ثلاث خطوط عجبينها، تنيها طوال مبوزين. كراكال هي البست باللاتيني، وإيل نوع الخميرة، كراكال وإيل سويناها كراكيل. احنا ما كنا بس ان نكون مبيرة، بدنا اياها تكون منطقة لناس يحسوا بحرية، مكان واحد يشوف منظر طبيعة جنب عمان، وبنفس الوقت يشرب عدة انواع واشكال البيرة الموجودة بالعالم.